جن هذا البوكس من سيتي سنتر. سيتي سنتر هلا عاملين مهرجان المأكولات، اسعارهم كثير منيحه، وعندهم اللحمه والدجاج والسمك والخضر والفواكه كلها فريش، وشو ما بدكم منتجات بتستحلوها حتلاقوها، من اورجانيك من منتجات عاديه كل شيء بتلاقوا عندهم. وهلا بعتوا لي هذا البوكس، انا مش عارفه شو في بقلبه، فهلا رح افتحه انا وياكم قد التحدي لنشوف. هيدي اسمها باتل بيرد، نوع من الخضار الهنديه، سو اكيد حتكون طبختنا هنديه. لنشوف شو في بعد. عنا زبيب مجفف، كنديان ميبل سيرب، هيدا من اجود انواع الميبل سيرب. وعنا حليب ست كلوفر. نحن هاي المنتجات بدنا نعمل فيها سويت. يلا مشوا معي. وانا قبلت التحدي، اول شيء جبت الباتل جورد قطعت اطرافها بهيدي الطريقه، رجعت قطعتها بالنص وشلت قشره، وبدي اجيب المبرشي وما بدي ابرشها من النص، بدي بس ابرشها بالاطراف، والنص اللي شكله مثل الخيار بدي اشيله لانه بيطلع لي مي كثير فيها. بعدين بقلب مقلايه حطيت شويه زبده، بس دابو الزبده جبت شويه مكسرات، اي نوع مكسرات بدكم اياه، زدت معهم الفواكه المجففه اللي من سيتي سنتر وقلبتهم، بس اخذوا لون ذهبي شلتهم على جنب. بنفس المقلايه جبت الباتل جورد قلبتها تقريبا شي 5 دقائق، رجعت زدت عليها حليب جوز الهند، انتم فيكم تستخدموا اي نوع حليب بدكم اياه، الميبل سيرب، وخلطتهم كثير منيح، ورغدت عليهم واتركهم على نار كثير خفيفه لحد ما تتجانس وتستوي كل المكونات تقريبا شي 3 ساعة. وبهيدا الوقت استسليت بشويه فواكه مجففه اللي كانوا موجودين بقلب البوكس. بقلب مقلايه هلا بدي احضر الحليب اللي بدي اضيفه عليها، حطيت زبده، حطيت الحليب البودره، حمصته شوي، رجعت ضفت عليه حليب جوز الهند، وبدي ضلني اقلب وهيك معصم بايدي بهيدي الطريقه عشان ما بدي كلكعه ابدا لاحصل على هذا القوام. هيك الباتل جورد صار عندي جاهز، بضيف عليه خليط الحليب البودره اللي حضرناه وبقلبهم كثير منيح، وبلش اهرسهم بايدي بهيدي الطريقه عشان تتجانس كل المكونات مع بعضها، وبتركهم على النار لحد ما احصل على هذا القوام الكامش. هلا بدي اسكبهم، هيك وصفتنا صارت جاهزه، بضيف عليها المكسرات والفواكه المجففه مع رشة هيل ورشة عسل، وهيك خلصنا. هذا الحلو الهندي صار جاهز، وهلا وقت ندوق. بتعقد كثير طيبة. وما تنسوا تنزلوا عندكم الابلكيشن تاع سيتي سنتر، وتذكروا دائما انه اي طلبية فوق ال 20 دينار بتاخذوا دليفري فري. صحتين.